طب أستاذ عبد الله، ما أعلنت عنه الخارجية الروسية في بيان لها بأن بالفعل القوات الروسية قامت باستهداف قارب عسكري أوكراني بالقرب من ميناء أوديسا وتباهيهم بتوجيه هذه الضربات بصواريخ عالية الدقة، كيف تعلق على هذا البيان؟ وهذا شيء، هذا شيء من انعكاس سلف وعن جهية بوتين. نحن تعودنا في الحروب أنه فيه جيوش تقترف يعني إبادات جماعية، ولكن تعطيها مسوغا آخر وتحاول تجميل تلك الصورة. ما سمعنا بجيش في العالم أو بقوة غازية أو بقوة مدافعة تقر بجرائمها. نحن شفنا في الجزائر مثلا كان الاستعمار الفرنسي يقترف الفظاعات ويقول انه يحمي المواطنين من الفلاقه والخارجين عن القانون. نفس الشيء شفناه في على يد الامريكان في 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 فيتنام وفي في العراق. يعني اخيرا يعني نحن جئنا لدمقراطه الشعب، لتحرير الشعب العراقي ودمقراطه العراق وانهاء حكم الطاغيه المستبد صدام حسين، ويعني ازاله خطر الاسلحه النوويه التي تهدد جيرانه. نفس الشيء شفناه في افغانستان. نحن جئنا لتخليص الافغان المساكين من بطش وظلاميه طالبان، وكلها كانت كذب، لكنها كانت موجهه للاستهلاك الاعلامي، مع انه الجميع يعرف انه ليست هذه الغايه وليس هذه هي حقيقه الامور. الا روسيا، روسيا الان تتبجح وتتباهى باجرامها، وهذا وليد النزعه التي يحملها بوتين. بوتين الان اصبح يعني حمله على جراره ولا يستطيع أحد أن يلجمه، لأنه بكل أسف الغربيين، أنا أقول بشكل صريح أن الغربيين لم يكونوا في مستوى أدبيات ومقتضيات الاتحاد الأوروبي الكتلة الواحدة. طيب ممكن أنا أتفهم أن أوكرانيا ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي الأصيل، لكن هذا لا يمنع من أن أوروبا الآن تواجه أخطارا كبيرة من روسيا، ولا بد للغرب.